أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رضا الله سبحانه وتعالى أولا كويتين رشو السلام ويران الله سبحانه وتعالى يقولون لن بدو بي نار فورا أردو أرد أغم كيري بزام ومنو قبل يا ماتيكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغاندا السلام سيدي رقم جفزة الله سبحانه وتعالى بس بوانغا بنينا إزاني بردين جين بجي كذين زوك تعملي لكو وبنامة ديكا كذين زوك ويرانغا تيكو قرانا تقا بغيرها أولا السلام الثانية السلام boy da sai mai bin dibi dibi sato ya rika dibi media kuma na da mu yanzu ba dai yes ba ko in ya shokira da alhub kwagar kwagar ko ka ku yin gidan mu cima no ya gare dini yo e ci da fo ja ku ne ga atta ko gonde da Allah subhanahu wa ta'ala no gonde da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam الطاعة يجينا الاتباع أكو غوريلا وقال غوريلا نو قوادر نو غوريلا ملكة الله ذين يشان قردين يشوف ستو الاستجابة وقوان قولا ملكة الله سبحانه وتعالى اتبعنا نتوري ممتين لجي ستو جنوب سنزيلا كنزيلا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى تجيزة من جنيو الله سبحانه وتعالى تجيزة من تجيزة من غزان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وانا مدين قلنا الله سبحانه وتعالى يتيك من سي السوك ردلا من تبين تبادل الله سبحانه وتعالى عبت نزال ما سنم نبو غزان عبت سميدا نبو بعد رفسن بجالي من بيرا يلوك كيزة قرانا بلموتو لن نبي صلى الله عليه وسلم يتقامان كل مولود يولد على الفطرة انت بلتشتوني تنناه المعنى دام وزاربه وزاربه قلتي وبهمه فأبواه يهودانه أو ينصرانه بكان ديرامي توصل ديرامي جاكو كوري توفو ديرامي فولو مكريستايو مكريستاني ومجو ومجي نينجا قولي منتو وزاربه وبهمه kati mungu ya kububu mbogo agayi na ukwagala Allah subhanahu wa ta'ala Allah chibuwa ya gala awetu wa ukanila ya gada mangeji, ya gada majini, ya gada msalamu ya gada awetu wa ukanila uroz ahadithi ya nabi sallallahu alayhi wa sallama ya tuga manfa abawahu yuhabudanihi au yunasirani kati ukwagala kutukuba nga kwari uo tugelefu ya afayu ya sahaba kusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala kudijiradu أصحاب رضوان الله عليهم عمر رضي الله عنه سمعوا الله سبحانه وتعالى بالدجال رموم أغاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أدام هشام أشني مزال لجمع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كواني للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي نعمر نهشام باني للنبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم عقدتم قرباني وعمر رضي الله عنه فقال عمر عمر ناقام
يا رسول الله رنقوا مدوا الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا بنفسك انت أول نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لن يكسين يبتون لجنة أكسين قبل يسمون لكم يقوم في مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قدم عمر مقام قام لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك نقول إذا نوري عينا أمكون أموي وعلي المكون أبوي على يدينا لي الله سبحانه وتعالى قدم أنت حتى أكون أحب إليك من نفسي أكتوس بالنبي لأنه في القوات ونجدر أكسينغنا ودوليك. فقال عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه ندم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الآن يا رسول الله أكسين ركتنا لي نقعد أكسين نمتي مرة والله لأنت أحب إلي من نفسي نقعد يا رسول الله أكسين ويني يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر النبي صلى الله عليه وسلم نقعد أنت تساوي نتو يجد إشقام بيشو تشتوف وقبير أنت ونجعل أكسين يبين تبين نا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وما نجم سيد أخبرنا ممكن زمطور أكون كليد ومجر حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وكتوصة لنبيلان قال نبي صلى الله عليه وسلم أجام وكتوصة لنبيلان قال نزمو أقرواه أكسينغا مكاندوه أكسينغا أبانه نبي صلى الله عليه وسلم كنت يجزوك ما قالوا ورسبونتي يا عمر رضي الله عنه يا جم مقام المنتاني كواني هو قادرة السوكة ذين اتباعه قبلنا ذين استجابه قوانه كلا أما تفقى الله سبحانه وتعالى عمر رضي الله عنه مكثرة فقيمين كيفمي كريزة نعم أنتم زين جدلين نبيك سينغو بني يجلا وولا يقدم مكثيرك نعوا أنت جامن والله قوي سينغو كبير ما جوا جين إذن ونشكر لعنت عمر رضي الله عنه يلقو كل لعنت يينو كل النبي صلى الله عليه وسلم مكثيرك كيني محدث إذا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه التجيل وبن يقول كبير أنك واجد النبي صلى الله عليه وسلم والقول في رياض جانجو مر الصحابة رياض كلام رياض جانج بالجري تامبلا مبيرة الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم رياض كل جين كل جنا وقت وان النبي صلى الله عليه وسلم مر الصحابة نين الجبل يسانجمو وكبير أنك بقول نرى الله سبحانه وتعالى نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم نرجع بيك نرجع كل زمتك إلى الله سبحانه وتعالى. ابن عباس رضي الله عنهما أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المواضع تعمل الناس كان الصحابة رجم القلوب أجنب ابن عباس رأى خاتما من ذهب في يد رجل النبي صلى الله عليه وسلم يرى انتجا مسجم الصحابة من ذهب انتجا يقر فنزعه فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم ناجم الجبو حتى ناجم الصحابة يجب جاكو مجيا ولا يجب جاكو نبي صلى الله عليه وسلم وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم عجين ذي ورسي هو الصحابة بعد من قلوب نبي صلى الله عليه وسلم ناك عملنا عجين فالصحابة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم انت الواجين بتي وتجرون ذي نوغينا نوجي توندا نوجي كانوا ومستين يويغا سنازو وقبل أن الصحابة رأي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نبغي أن نقوم يا متكار نقوم أن نقوم قبل صحابة يقام فقال لا والله لا أخذه وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم إن فتى يستجينا بجدوى نعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما زوجك ولا زوجك سكا تأكل إذا فتى شوفنا محاديثين نسيت أشكو والنبي صلى الله عليه وسلم تي يقول تي على الصحابة يجب مجيكو ناقام النبي صلى الله عليه وسلم أن تومون قوائزو قوان باليريان غالي أمونيو نابران غالي فاندي مقلوبي بين الصحابة ويهودي لتقام بيك نبي صلى الله عليه وسلم يقام أن تيبتا تنجي تومون دا وغاتو ديجاني ورواهم وغلا يمغانا قولتي كجانبا
Nabi sallallahu alaihi wasallam na tambura na agenda ne sahabo roko agala na ku gobe da mata kaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaman yan ce ki ko ruwe ki obe mfete te ci ali mu ka mu jin maso ga Allah subhanahu wa ta'ala Nabi amazoku jite nganti eriyanda omuntu okubera nga ali kutte mu ngalo okubera na Nabi sallallahu alaihi wasallam atende ki okubera ngo ina gode empeta ngo jidande ya gold ku mkono ku ngalozo obanga yamba je eriyanda yomuliro ngo itadde ludda wa ngo itadde mukono go sahaba ya kwati ndoka na jikola ki na ajirika ozoma nabi sasa na kia mugama mstoi kwa ki idhani bas sahaba bibawu ya ngeteka liya nabi sallallahu alayhi wa sallam tibari ndi ikirizana wabula ngarogo vya mukasele ako kini hada huwa itiba ingili bas sahaba jibago vya ngamani nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhadithi ya sulban ثوبان قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند فاطمة ثوبان يرين أرغمانتي نرين النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ناقل يوامور وفاطمة رضي الله عنها ويرين وفاطمة رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم يسأل فاطمة رضي الله عنها عين السلسلة من الذهب عين التشين إياتي يقول نين التشين ييو فاطمة رضي الله عنها رضي الله عنها بصوت المنام قامن لقد هداني أبو الحسن أنت يومان أبو الحسن يلي علي رضي الله عنه قد النبي صلى الله عليه وسلم بيسانا تشين يلي يقول بينا فاطمة تقول تمونغا فاطمة لا يوجد لا يوجد كلا النبي صلى الله عليه وسلم قتل نموز نموز نام قام يا رسول الله أنت يلو قول تشين قول ينو علي رضي الله عنه يا شكو ذيكي يدين فانجيتي رب نبي صلى الله عليه وسلم نا جنبه يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس هذه فاطمة بنت رسول الله وفي يدها سلسلة من ذات من النار تكو سن سبب فاطمة وكبير عنده لغا نغران تبقى عنده انت مولو النبي صلى الله عليه وسلم أيام بدي تشين يوم وليرو مولو النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها تشي يقول ثم خرج نبي صلى الله عليه وسلم لا تعملنا عجينا فأرسلت فاطمة بسلسلة إلى السوق فباعتها فاطمة رضي الله عنها تيدمو تيموزة تجينا ما تروح بلا النبي صلى الله عليه وسلم تيمو قاما انتو لا وران تبنا قاما انتو لا وران نبي يا مدى تشين يوم مليو يلي يقول نعم قاما انتو بات بقاما باتيا انتو لا وران نبي صلى الله عليه وسلم يا مدى تشين يوم مليو نيتي قساني سبق فاطمة فاطمة هي اللي قد نبي صلى الله عليه وسلم قاما انتو لا وران نبي حرام وغلا يمولي لتقام بيتو بين فاطمة رضي الله عنها نجوا تشيني ناجوا مدوا أنكم الصحابة ناجي لما كتاني ناجي توندا بيجي توندا تشيني ومن فاطمة رضي الله عنها مموين ومثمن ومسيد زافام فاطمة رضي الله عنها فاشترى بثمنها بعبد نابل مموين ونابل ممد فعتقه نامتا نتيجان بيقولين نبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة رضي الله عنها تيقول نبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار نبذ الله سبحانه وتعالى ويوني الزف فاطمة وكبيرا انت عقين وكبيرا مبان ترقين وكوين جزب ومير شيء تريد من حديثه رسبوني على الصحابة انجل جبا رسبوني انجل جبا النبي صلى الله عليه وسلم انجل جبا ولي ان النبي صلى الله عليه وسلم بكورة بيقول نوتا اندي تريد والبستاوة والددتيك وابلا مكسيرا فوكين نيني يرابي لنا رفضة استجابة الفورية جبايت أقوان كرة أقوان مباشرة وقتلي مقرين دي كريزة كم من نرمك مفي لقد سمعنا آيات الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاتخذناها هزوا بمك مفي أبو جدامة كذا النبي صلى الله عليه وسلم أبو جدامة كذا القرآن فاتخذناها هزوا لتبطول في دور الساعة حديث بجد سمير الرواية رونجين كفف وكفف النبي Eteka mu Qur'an iliku jiranga liku someduwa Noni ni kilizo kumaro mwaka Ngocha aliku eyo Nde chikola, nde chikola, nde chikola Neba sahaba They responde ba responde nyanga Mukasera kuke njine wataliku hindiki Ana Abdillahi Abdurrahman ibn Abi Zayla Ana Abdullah ibn Rawah Ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Wahuwa yakudu Fasamia wahuwa yakulu Ijilisu Fajalasa makana Khalid al-Masjid حتى فرج من خطبته
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله. صحابة ويتبع عبد الله بن رواح يلي أليم جل مزكتين النبي صلى الله عليه وسلم عليه من بني صحابة يناولي النبي صلى الله عليه وسلم يلي أليم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لازم اجلسوا مكان طول مشفوري صحابة ويسي يلي دقوان قدامت فغان بيانزي وغان بياني وولا يأولي الدووز بجل النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا طول تيالي لكي يجل مزكتين عمانين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدا يجل ناني يتي عمو الجيلة بجنامانين النبي أقامي تجلس طول ليه يلي خارج المسجد قال هو الوقت ومزق فجلس مكان حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ما اقول لهم تشكوت كوس النبي صلى الله عليه وسلم على خطبته بيما خطبه صحابه نجنا جوينينج استراني بمعروف ساعة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش اللي تشكوك النبي صلى الله عليه وسلم انت الصحابه مو هي تدي وويرو نغا اوغان تيدي لسو مكان تيتام ولا تشكوك النبي صلى الله عليه وسلم لا تويلا كيف يا جنب الصحابه يا جنب زادك الله حرصا على طويات الله ورسوله مungu akongera kubera nti wanka wankira ubwo ututiriza ugakora ibiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala ni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki kitu abandi basuhaba barawu yangeteko kuberi Allah ukuberi Allah ngalize ngaligambe kintu tonanga bagoberera mu kasera ako natabanye ndikiriza an Anas ibn Malik radiyallahu anhu غبيتي وفانا سكسر قوى الله سبحانه وتعالى بالدجال أقام بأنس رضي الله عنه لما نزلت قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رئيس من عمل الشيطان فاجتنبوه آية يا الله سبحانه وتعالى قامتهم ويبذي ذي الدوى نزال من نبذي ذي الدوى يمروا فقا مكة مدينة إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه وابتدئ مثل نجم يوم يا أبا طلحة فان أنس يقول يما فقا أبا طلحة agama nali munyumbe yo nganzenga ho mwenge mukisele yo mwenge gwaje kunaka kubizibwa ninga Anas radhiyallahu anhu kitwali njo muri mukirabo bali mubala bali banywa nga Anas radhiyallahu anhu ya ugwe muri mugwa kwa era ya business yani ya Abu Talha ninga Anas ya werezo mwenge ngo sahabo muna jana ingira ku mnyango na agama ntira kad harrama Allahu al-khamr Allah subhanahu wa ta'ala bizizo mwenge bashabam kathira Anas رضي الله عنه أتجد والله إني كنت واقفا أسقي أمور الخمر نريني من دينا مسافين قومين من الصحابة في بيت أبي طلحة من يوم أبي طلحة فجاء منادي يقول إن الله قد حرم الخمر ومكوزنا الجناين رموا جنا نجد الله سبحانه وتعالى في الزومين Anas رضي الله عنه أتجد نجاما والله ما شرب أحد منهم ما كان في كعب tiyanyo omu kwa sahaba ulufanyi walo ganti omwenye vizi zidua tiwali ya kuwata jira sinajika mkama iti gambo tiyari si mwenye kini na Allah kati harra malhamra mungu wa mazoku zizo mwenye mukatera kwa sahaba mwenna bali wo bulia yaini jira si omwenye ya jikuwata mkwa sinajiwa ila abasalha radiyallahu anu ee yali business ya abasalha zomobo ina business yo Allah subhanahu wa ta'ala nubanke teka ni vijia liba ganti ni business ya tuz haram mukasera ugenda kunonya excuses mutwao mukikati ngenda kuliawa ngenda kolantia ngenda kufuna ki eyembera mutwanga neba sahaba bebao lyange teke maza faalu ba kolangati istijabu istijabat alfauriya baya nukulango rwanu kuwa wafauriya ulitani mukwebusta kigambo chonna Anas radiyallahu anhu atitegezeza nkite wali sahaba yakwata jira sikubera nti amalimu jabade yaina wabula tuwali ya yongira nati kama kamuafi urufanyi marukuli yitikali ya Allah subhanahu wa ta'ala ana abdillah ibn mas'ud radiyallahu anhu kala nazalat lama nazalat qawlu ta'ala man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasana afgama abdillah ibn mas'ud nti Allah subhanahu wa ta'ala wa yasbih teke li gamba nti inna allaha man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasana anya urum 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 نقول الله سبحانه وتعالى أبا الدحداء رضي الله عنه قال أبو الدحداء يلين النبي صلى الله عليه وسلم اتكلي ويكسى ناغمتي ناوز أبا الدحداء أبوز النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله يريد منا القرض الله سبحانه وتعالى يقول فتوة مولا أبوز النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدحداء أبوز النبي يا رسول الله أبوز الله سبحانه وتعالى يقول فتوة مولا نبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يا أبا الدحداء
ni Allah ya gara mun bamura Allah subhanahu wa ta'ala qala uridu yadaka ya rasulullah njagalon ponko ro gon min njagalon kalisi on supporting ya rasulullah batiki ya yategeza mucho qala fala wala yada nabi sallallahu alaihi wasallam ki mun korwa abadahda nam gamba nam kwata mukun nagam ya rasulullah kad aqradtu rabbi haiti ya rasulullah mazukula Allah subhanahu wa ta'ala haiti ya lisamba uwa enimiro e judde mi teni agamba abadahda mutsire cho omitende jali mujali emitende emitiru kaga e jali mu nimiro yani ya badahda e jenteni emitiru kaga kati emitiru kaga abadahda jwalu wa Allah subhanahu wa ta'ala te yabuza ruvanyima lwecho wabula yabuza mbuze kibundo kimu nti Allah ayagala kwetu batu muwola abadahda nabi sallallahu alaihi wasallam na'am abadahda na'am imani nanji wadiye yani lillahi ajole kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ukubela nti tuwanu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala istijaba tilfawriya ukwanu kuwa ukuliwo wa watali kulindi ikirizamu basahaba buweba tubibako nami nero mefamu fi aye zizo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala tusomela muti mbetuwati na fundraising من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ان يولى الله سبحانه وتعالى والرحمن والقدس بواو اذ ايه بتسمر اوك نيكا ستومارو بواو يتوكو ولا الله سبحانه وتعالى متكم ياو بس صحابه تراكو لا نبيرا اتيكا وديا سكان نتابع ان كل يوم يصير شيء ثاني ان ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر وجانبا قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول مطوع انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم ومسجي أمنا النبي صلى الله عليه وسلم ناوي أمكو الصحابة نقام بسيقامك ومان الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا إتقامك يقات يا يمير نبي صلى الله عليه وسلم عليم السجود أولد الصحابة يقبل إتقام به نبي صلى الله عليه وسلم يمر الصلاة يبوزا من القائل بك كلمة كذا وكذا أنا يوجد لك جانب سبحانه دانا كويت صحابة من أغاني يا رسول الله أنا يا رسول الله ذات يوجد يا رسول الله صحابة يا يدر وكتين لذى الله نهيك تمني تيارين جوغا نبي صلى الله عليه وسلم نهي يمن يغنين بويت جام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا يلي عبد المصطفى ما تيوجد نبي صلى الله عليه وسلم من القائل أنا يوجد لك جانب صحابة نابلنا دانت أنا يا رسول الله ابن عمر رضي الله عنه أجاب والله نبي صلى الله عليه وسلم عجبت بهذا القول إنه نزلت جانبه رواية كبان أمور وشوقه الله سبحانه وتعالى بدون جانب جنب الجنة كبيت جانبه تحيوكين أي واحد يكبر أخجل نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أمور وشوقه جانبه رواية الله سبحانه وتعالى بدون جانب جنب الجنة ورواية تحيوكين جانبه ابن عمر رضي الله عنه أجاب فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتكات لزن إمبيريز كريمو وكبير أنت مليانو جيب بريجو نجيب بردواء كبير تقامت سبحان الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مكرة واصيلا إيش قوي يقول ابن عمر أجاب ساتلقى يوبوان داتي وانجبونا كم من نبام كم تولد سنة النبي صلى الله عليه وسلم تولد حديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تولد أخبر الله سبحانه وتعالى أما تقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نيلة تولدان تولدين كرزا لتولدين كرزا لكي تولدين كرزا لكي تولدين كرزا جاكو قتك منفر بانك مفر أما تقول القرآن أما تقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن بلوغ يتيك كيف يتبوي تابسان قبض ومدوى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تجزم آية نتجز إشتويتا بسر بنان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول أمان جمع رسول استجيبوا لله وللرسول ما نفره أمان قبوا الله سبحانه وتعالى نمرق النبي صلى الله عليه وسلم جلو مقوى نقول إذا دعاكم لما يحييكم الله سبحانه وتعالى ورارك وودي لما يحييكم إتشيكين وكبير أنك تشيكين وكبغسة مبلامو ومبلو وينسي إتشيكين وكبير أنك تشيكين وكبير في تنغمو نغمو مبلامو وينسي إتشيكين وكبير الله سبحانه وتعالى لياتي ودي
Enkola nabi sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam buyibulamu urunjo kusizira mumbela yafe kuranga Allah subhanahu wa ta'ala ya tukola ya manyeji chafu gama nchitijo kugata wakati tigenda kugata chafu gani kibate chidja kugata tote kamuma gezi kona kuruoleleza manyanji Allah subhanahu wa ta'ala wabaku gani chiga echitu abati kugani chini mwuru vi techiri mwuru unji bumma gezi kona hizo kuroza nchitija kuyama chitigenda kuyama unuruna kunuru hizo kura wa benefit kake saa wenu nechi kendo kujama kichechi kendo kubeira Allah subhanahu wa ta'ala kudami istajibu lillahi wa lirasul idha da'akum lima yuhiyikum mwanukule Allah subhanahu wa ta'ala nungu baka wa ilwala nga baka wa wadi ili ya kichi kendo kubaga sambula muma wakana wangi ama tefaka Allah subhanahu wa ta'ala kule mibia zani inkula ya nabi sallallahu alayhi wa sallam kule nukubila mafiki zani tuwelenga tukubili ya matika za Allah نقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورئيس سونغ مكتبي بيجي لو كملنا بيجي لو كتير ما كل الدنيا كنوا يكون كملة وطلو ورئيس ذات القصد وطلو ذات القصد بالواب أو إن كلا واب وارو نبي صلى الله عليه وسلم غرب ذات ذات القصد تجكر بروين بس حابا النبي صلى الله عليه وسلم غرب وابان بعد بس حابا أنسان وابكو abati mu mutalo abala ne bafuna ebiwundu bingi nnyo ne olutalo nga luwedde bakomyewo eka nabbi sallallahu alaihi wasallam abakuraisi balowooza nti olwokubeera nga babatta bangi ne baagala bakomewo babamaliriza abasiraamu bonna nga bamanyi nti bakoze ki bafunye obunafu beni basahaba abakuraisi ne bajja baagala okumaliriza basahaba bonna babatte babamalewo nabbi sallallahu alaihi wasallam amawulire gamutuukeko nti abakuraisi baagala kkoma okubeera nga bakolaki nga bamaliriza abasiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam naayita bilaali sabah alfajiri enkeera ku fajiri ku salaati alfajiri nabbi sallallahu alaihi wasallam naalangirya naagamba bilaali nti genda oyita abantu bonna tugenda kuddayo mu lutalo tugenda kuddamu okulwana naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yateekawo condition yagamba la yakhuruju maa illa man qaatala fi uhud tewali agenda genda nange okugjako oyo abadde mu lutalo lwa uhud eyalwanye nange ejjuzi ababadde mu lutalo bwe okukaba genda okupatisipeetinga mu lutalo n'alagira maazi bun jabal radiallahu anhu saadi bun maazi n'amugamba nti genda eriba abazi babani salama obagambe bajje bakole ki eyo yali kabira eyali madina n'abagambe genda oli babani salama obayite obakowole tugenda kuddayo mu lutalo tugenda kusinkana mu kifo ekiyitibwa hamraul asad otalo afta gazwat ofni otalo waddako yali hamraul asad oba nabi sa sallam yagamba nibagenda okusinkana ne basahaba basahaba ridwanullahi alaihim ajmain olwembeera gye baalimu ey'ebiwundu ebingi n'okubeera nga baali bafunye obuzibu basahaba bannaabwe battiddwa ate nabi sa sallam agaanye basahaba abalala batapatisipeti nga bataali mu gazwat ofni okubeera nga babegattako mingi nti baalifunye amaanyi okuva mu basahaba abalala naye yagamba abo bokka abaali mu lutalo ne bateeka okuddayo ne nabbi sallallahu alaihi wasallam maatha faalu ki kye baakola basahaba baali abaffe beeyongera bweyongezi kugamba nti okke fayi fe tetujja kusobola ya rasulallah saad bun maadu yagenda mu babanu salama n'atuukayo n'abagamba omu ku basahaba ayitibwa wa usaidi bun hudayr n'agamba nti sam'an wa taa mpulidde ne ŋŋonda yali ayina ebiwundu ebitakawo ebiwundu wa kumi na bibiri ku mubiri gwe yali ateekako eddagala naye bwe yawulira okukoola kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam eddagala n'akisuula eri n'atambula okugenda okusinkana nabbi sallallahu alaihi wasallam si ye yekka sahaba oyo n'agenda ne basahaba makumi ana ab'omu banu salama bonna n'abakuŋŋaanya ne bagenda okubeera nga basinkana nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba asahaba ono saadi bun maaz agamba ne talha ibun abdillah falha ibun abdillah omukura sahaba yali ayina ebiwundu musanvu ku mubiri gwe naye teyalinda kigambo kyonna wabula okubeera ng'agoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam abdurahman bun awf yali ayina ebiwundu makumi abiri ku mubiri gwe naye yakwata ekkubo n'agenda ajoininge nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga eyo basahaba abo bonna ne babanu salama bwe batambula ne bagenda nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatunuulira basahaba nga bazze nga bali naye nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti naalombe dduwa nga allahumma arhamu banu salama ayi mukama katonda saasiraba banu salama ayi mukama katonda saasiraba banu salama ayi mukama katonda saasiraba banu salama lwansonga ti istijabu istijabat alfauriya baayanukula olwanukula olutali mu kulindiikiriza wamaa dhalika nga baali banina ebiwundu
الله سبحانه وتعالى نص آية النامغانا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى نبتاقوا آية النامغ مغانبان أخبير أنتم منكم أماني جدا نابل أنك كيزا ينقل دوملانك الله سبحانه وتعالى نملان قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش تعطوا عدلهم الله سبحانه وتعالى أخبير أنك ماتيكا لكيزا نقول مكسيرا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صحابه عمر رضي الله عنه من قد سقطت رجاله يعني كما نكت يوم الكمين نكت الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقضى موغيرا قني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقول لهم سبينا رسول الله صحابه ينالك النبي صلى الله عليه وسلم نابو ذر الصحابة أتدرون من هذا ممن يانيوي فقالوا لا رسول الله ثم من نين دعوان قال نابو نابو تمرون يغوكو بلو نابو روكو بلو تتدرون هذا ثم من نايد أمرون يغوكو بلو كمان يدعوان قال نمتلون روكو مادئرا يقول قلت ثم من أمرون يغوكو ستك يقول قلت ثم من نين قال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا صديق هذا حبيبي جليبي ويمكوانا وقواندي أيتي وصحابي الجريبي رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم مرود يواسق يمقاما ألا تتزوج جريبي ومو يليه مقولا مفرسين مسجعنا فرسين بي ايتي إبسان أبو عن ذلك مسجعنا رضيك تعلون قبل أران أبزد ونكي ساران نجريبي بواسق يلي بيقول نبي صلى الله عليه وسلم يمبوز ألا تتزوج جواسق جريبي من أمغى رسول الله ومن يزوج جليبيب انا يدوكم زوج جليبيب نغو يفانا نغو يتي ني مواب ندي كامو بي كيلنا كانتو كوننا نصرا مو ذكيتي يا رسول الله انا يدوكم فمتيا نبي صلى الله عليه وسلم نام جام ابن ابي سكر مو ديو بوكساتو نام جام انتي يا جليبيب لا تتزوج تو اذا قوتا نام جام يا رسول الله تو يدوكم دوكم فمتيا نام جام جينا من يوبا يا غوندي وبغاني في النبي صلى الله عليه وسلم انتي سو كو غير زمرا بعد صحابه جليبيب بيتوكا من يوبي yatukawo nakonkonoru nagamba sahabi mpirasuso sama simso wano kujokubira nako wa mwala wano ne baroza ntinabi sosoma ya yakalo kumkora kumwa bagan mahaba tusayi sinyo kubira nako sosoma bina kwa mwala wano na bagama ntino nti Allah subhanahu wa ta'ala sosoma na libi zimba mwala umami naga nti ajulai bibu ani go gendo kwa samwala wano na umichare ya limu sumbiro nagama nti ajulai bibu ya gendo kwa samwala wano gani لا والله سيدا قسم ولا وان جليبيب رضي الله عنه ام ولا وجد على المسلمين ماما يوجد نيتا ام ولا غامانتي اترداني رسول الله مدما يتي جامو تن النبي صلى الله عليه وسلم مغا عليك كده النبي صلى الله عليه وسلم مغا نجي شيزو ني النبي صلى الله عليه وسلم نبي ابغاني انت نيلا كمفهم بلا غاندي اجاوا سند لكن من مقال لسرعي نسل نبي صلى الله عليه وسلم نقال أنت والله ومولا قامت والله لا أزوي جنة نجاك مفهوم بيه جليبين قريت ربي رسل نبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السمع والطاعة والاستجابة الفورية وقوة قوانو كلا نوق قوانا نوق قوانو كلا إذا كان يا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تيجي زم آيه نفسه بقى بسبب النزول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. تولي مدعى مكذب سجن ومشار وكبير أن الله سجن ومشار نوم بقوي وكبير أن متنكر فينا وكبير أن قلتي نتوب سبوسا إذا تتكو قوان قلوه فقال رمي مجلد لآية يا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كيف يوم اللي زنا يوم ده كان لا تام إن شاء الله من جاكم يوم يواجه وامي
olw'ensonga yokubeera nti tukeerewo okujja wano ate teeka ebyobaolyawo nsha awalinza okuyamba iha nudiya lissalati min yaumi ljuma singa allah subhanahu wataala atukowodde haw tuyinza tutya okubeera nga tukola ekijaba tuesobulijja aya eyo twagikifuula kifuula nnenge minzi ntugivunula bulala okugivunula kwaffe tuvunula ddi lwe tugenda okuva wano tetuvunula ddi lwe tuteekwa kujja wano aya etugamba nti iha nudiya lissalati min yaumi ljuma singa allah abakowodde okubeera nga mujja lissalati ljuma fasau al amuru lirujub fasau ila dhikiri llah mudduke mwanguyirire mangu nnyo okujja okutegeeza allah subhanahu wataala al amuru lirujub naye fe twagira aya eyo mukubeera mu wajibu yaayo ne tugikyusa mu nkomerero yaayo enkomerero yaayo twagikyusa tutya tugamba iha kudiyat ssala fantashiru fi l ardi singa eswala ewedde mudduke mangu mugende mukoleki awo twanguwa nnyo mu kudduka era ne tuteeka ne complaints nyingi nnyo mu kudduka okuva wano era ne complaints ne zibeera nga tucomplaininga dirwe tugenda okuva wano olina atuna nekusaawa n'alaga kuteeka nti time ewedde wamaa dhalika nga mutaakiru bidhalika nga vere ku nsonga eyo okwanukula allah subhanahu wataala ijabatun fauliya kwekubeera nga tuteeka mu taimu mu nkola allah subhanahu wataala okugamba nti iha nudiya lissalati ljuma fasau ila dhikirillah wadharu lbaliha muleke bizinesi zonna bizinesi zonna tuzireke emabega bwotunuulira mujitama ezituwangaliramu olwaleero tuwangalire mujitama eri mutakaddima ekulembedde erabika nti abantu tuli mutakaddima kota tuli advan mu mizikiti emirala gyonna egitali bwaffe guno abantu bali mu taimu nga betukyagala nti tubeere mu taimu okuwera saawa musango nga kutuba etandise teri muntu yali ayimiridde mu kutuba n'agamba imaamu nti taimu ekiweddeko mu mizikiti gyonna egiri wano okujjaku omuzikiti gwaffe wamaadhalika nga ffe tukeerewo okuyingira masiri ate ffe tuwa taimu wamaadhalika tetukwatibwa na nsonyi okubeera nti ogamba omusomesa akusomesa okubeera ngaomugamba nti taimu empeddeko njagala kgenda kubamu ekifaananyi ng'ogenza ew'omusawo olwaleero n'otuula ng'ozudde kalayini olinza edokita okukulaku n'ogenda ewa dokita n'omugamba nti nyina eddakiika tamuzo teka okunkolako mpa risponde dokita gy'ayinza okukugulira ekiseera ekyo agenda kugamba nti yeeza eddakiika tamu era ayinza n'okutandika okukolako agamba please get out and go let me get another patient ajja okumpa taimu yange fenna tuli balwadde mu mitima nga be tuli mubalwadde mu mibiri gyaffe bw'ojja wano oli mulwadde mu mutima fenna gwe nange twetaaga okufuna dokita atujjanjaba teeka yenna bwabanga zze wano okusomesa aba akufunirira eddagala erigenda okuyamba fi dduniya wal akhira iha daakum lima yuhyiikum allah abakowoddeku ekyo kigenda okubayamba nate mukubeera nga ekigenda okutuyamba kyetutwalanga ekitali kya mugaso ne tubeera nga tukomplaininga mu taimu ne tubeera nga tuzza baseeka ebbali tumusoma muwanguya nnyo omuzikiti gundi gwanguya kati ekituufu ekiriwo bwowulyanga omuzikiti gundi gwanguya nnyo limaaga lwaki owonoona obuddeko n'osaala esswala wano ng'omutima tegukuliiyo excuse tuwa njagala kusaala mu luganda mu luganda waayo taimu sisitimu yo gikole ng'ogenda okutandika okubeera olunaku lwokutaano mulweyo okuwa allah subhanahu wataala ejjuma etwala saawa emu mu 24 hour olinamu 1 hour gyoyinza okuwa allah subhanahu wataala tewali yali asomye kutuma n'amalawa mu saawa 8 n'ekitundu taliyo okuva ku saawa musanvu okutuuka ku saawa 8 esswala weekuwera buyomu n'agenda naye mu taimu eyo gye tuweeramu abantu amateeka ne tutakwatibwa na nsonyi gamba bamateeka baffe nti muwanguya nnyo taimu oli n'akuzza n'ebbali haha min adami istihiya okubeera nga tolina na nsonyi tolalangako mu muzikiti gwonna mu mizikiti gye wali olabi omuntu ayimirira wali n'atandika okugamba imaamu nti obudde butuyiseeko bwe mubanga bukuyiseeko ng'olaba nti kyate gundi yagenda okusaaga takiisinga budde ogenda mu muzikiti omulala osaali ekyokubiri bano abategeka tanteebo yamu mugiteeketeeke nga taimu mugibawe baseeka bagenda okusomesa tomugamba nekkidde nti enky olina kukuba n'abantu bamanye nti ani agenda okusomesa ku lunaku gundi nti shefu tebuseeke yagenda okusomesa nti oyadduka nja kubeerayo
Sheikh Mayanja asomesa 1 hour sijja kubeera kiri mati beta okusinga okujja wano n'osaala esolanga kogenda kubeerawo ng'omutima teguliwoola gulowoozaki gulowooza mulimu gu tuwe allah ekitiibwa tutegeere kiki tuzza okukola obudde bwa allah bwetutalina obudde bw'emirimu tubulina tutereze mu mbeera zaffe tubeere abasiraamu abatuufu abawali kuwa allah subhanahu wataala kyewuunyisa okubeera nti obadde oŋŋamba wano time eweddeko n'okuluaeweoyubiraku 1 hour omuzizi guno shefe yatugamba tukufanisizaku 3 hours bazituwadde naye tukola tabziri mu maaso ga allah subhanahu wataala kubanga essaawa gye batuwadde ate tugiwonooneddemu titugisinzizzaamu allah subhanahu wataala ngezaako okubategeeza baganda bano tulina okuzalinga amateeka ga allah bw'owulyanga ekintu tekikukoledde kwate dwende mustaane mumasigidi endala ng'omutima gw'omutebenkevu okusinga okusaalira muzikiringa ebirowoozo tebiriiyo si kuyomba wabula kukola ki kubeera nga mbajjukiza ti amateeka ga allah tetugazanyiramu basahaba istijaabu istijabata alfawriya bayanukulanga nabbi sallallahu alaihi wasallama ekikuomu ekyo ne bakikola from there okweyongera mu maaso saba allah subhanahu wataala oyatuwa obuluma muba obusiraamu atwongere tubeere baluma tuleme kukwenya kwenya allah subhanahu wataala nti tuli basiraamu mu byambalo tuli basiraamu mu appearance naye nga mu mitima tetuli baki tetuli basiraamu saba allah subhanahu wataala atuwa obulungi saba allah subhanahu wataala atugaidinga atulage kuba ettuwa ateeke mubaddu abo abawuliriza ebigambo ne bagoberera ebisinga obulungi allahumma salli wasallim wabarik ala nabiyina muhammad waala alihi wasahbihi wasallim waakumu ssalam allahu akbar allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر